السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. وياكم زيوكس 11. وطبعا بهذا الفيديو، هذا الفيديو اكيد لا لعبه ولا هاي. طبعا بمناسبه ال 100 مشترك قلت راح اسوي جيف اوي كود لعبه ذا لاست اوف اس. طبعا بسبب كل قله التعليقات، يعني لقيت يعني هم 100 مشترك، يعني ما يصير من 100 مشترك، يعني خمسه معلقين من 100 مشترك. طبعا المشاهدات ما مقصرين، بس التعليقات يعني. ف للي يريد يشترك بالجيفاوي وراح اسوي يعني قرعه، يعني عشوائيا راح يختار. فاللي يريد يشترك يحط اسمه و لايك للفيديو، واكيد اكيد لازم لازم يشترك في القناه. وطبعا يعني هو الجيفاوي طبعا قرعه عشوائيه، يعني هي تختار الفائز. طبعا انا راح اصور القرعه وانشر لكم اياها ضمن الفيديو الجاي اللي راح يوضح منه الفائز. طبعا هاي الفيديو الجاي راح نشرح خلال 3 ايام او 4 او احتمال اسبوع، لان على مود احصل يعني اكثر تعليقات، على مود يعني هواي ناس يشتركون، على مود نعرف منه الفائز، لان يعني قليل تعليقات بحدود تقريبا 12 تعليق كاقصى حد، لان يعني مو عادل يعني اذا 100 مشترك ويفوز واحد من 12 تعليق، يعني مثل ما تشوفون. فللي يريد يشترك اكرر يعني يحط اسمه بالتعليقات، واهم شيء اهم شيء اهم شيء يشترك بالفيديو ولايك للفيديو اكيد. طبعا يعني هذا الفيديو هيج، طبعا يعني سويت على مود بس اقول هذا الاعلان، وهاي نهايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.